شوف يا اخي، حنا الوعود من البكري، من اللي بديت اسبور انايا وانا في الوعود، وانا شوف حبست الرياضه، حبست القرايه تاعي على جال الرياضه. دوكا تكي الحبابه دوكا يجي يسقسيني كاش الطفل صغير، يسقسيني الرياضه كيفاش، واش نقول له؟ نقول له راح تقرا ولا راح دير سبور؟ حنا ماذا بينا يقرا ويدير سبور؟ بصح حنا ما عندناش الامكانيات تاع واحد رياضي واحد يقرا ويدير سبور، ما عندناش الامكانيات هذو كيما في اوروبا. واش تقول له تقرا ولا تقول له دير سبور؟ انا مش نقول انا ماذا بيا راح يقرا، لانه بشوف راني نشوف في نفسي، نشوف انا نفسي المستوى اللي وصلت له قاعد، ما عنديش ما بوست، ما عنديش ما بارابي لاطي باش سورتو اليمات، ما عنديش ما بارابي باش نوكل ولادي. زين سي والله غاستي دوماج، والله غاستي دوماج. شوف انت رياضي كيما انا ولا كيما فليسي ولا كيما، كاين بزاف رياضيين ماشي غير انا وفليسي، كاين بزاف رياضيين داروا المستوى العالي وداروه خامس في الالعاب الاولمبيه وخامس في البيع وعندهم عندهم عندهم ميداليات. واش نقول لك حنا دوك حنا في الجزائر هنايا رانا ضايعين، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله يا ربي. واش نقول لك كيما